بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أحبتي مع قصة السهم. واليوم وأنا دائما ترى متعمد أتحدث عن قصة السهم لعدة أسباب، من أهمها إني أنا أرى في هذا السهم من الناحية الفنية ما يجعلنا نهتم في عام 2021 بسبب ظروف فنية أو أن سعره مغري ماليا. وطبعا نحن في الدرجة الأولى شغلنا فني بحت جدا، يعني في أحيانا تخرج برؤى تساعدك على انتقاء السهم، تشعر أنه مؤسس أساس جيد وممكن تكون الفترة القادمة له فترة جيدة أو فترة ذهبية. اليوم نحن لو لاحظنا أمس اخترنا سهم قديم وتكلمنا عليه، وسهم يعني عملاق من عمالقة السوق، وذكرنا أسباب اللي هو سهم الكهرباء. اليوم اخترت لكم قصة سهم أنا برضو أعتبره من الأسهم المغرية والجيدة واللي ممكن الواحد يفكر فيه في عام 2021 بسبب عدة ظروف، منها مالية ومنها فنية. تعرفوا أنه سهم هذا السهم اسمه سهم التعمير. التعمير بارك الله فيكم من الشركات الجيدة في السوق، ويتميز هذا السهم أنه من أكثر الأسهم إغراءً في السوق. من أي ناحية؟ أن عائده النقدي السنوي مقارنة بسعره السوقي لا تجد له مثيل بهذه المواصفات إلا قليل من الشركات أو قلة من الشركات. قد يكون هو من الأفضل، يعني سهم يوزع ريال، نص ريال في 6 شهور، دائما نتائجه معقولة، ما له تاريخ إنه نتائجه مهزوزة كثير، معودنا على ثبات في النتائج. ناهيك إنه عنده محفزات، يعني يبقى هو شركة محسوبة على شركات التطوير العقاري. ولا ننسى إنه قبل حقبة زمنية اشترك في صندوق، وممكن نشوف في المستقبل أثر هذا الصندوق اللي هو مشترك فيه. بإمكانكم ترجعوا للمعلومات دي والأخبار دي ومراجعتها في تطلعات مستقبل السهم. لكن أنا خليني أتكلم من ناحية فنية، ما هو الشيء الملفت للنظر من الناحية الفنية؟ هذا السهم يا أخوان زي ما أنتم لاحظين، لو تأملنا فيه من عام 2014 وكانت القمة وقتها عند مستوى 20 ريال، ما يعادل 20 ريال و35 هلل. لو جينا الآن ونحن في مطلع العام وحاولنا نرسم ترند هابط لهذا السهم، شايفين المسار؟ هاي هذا هو المسار الهابط اللي من حوالي 5 سنوات. ألا يعتبر سهم التعمير من الناحية الفنية الاستراتيجية قاعد يبشرنا بأنه خرج عن مسار هابط وبادئ في رحلة صاعدة؟ صحيح هو حركته ثقيلة، هو سهم عقاري والشركات العقارية عودتنا دائما بثقل حركتها، ولكن تستشعر أن هناك شيء جميل قادم في المستقبل. السبب إيش هو؟ ليش نحن تصورنا التصور الفني ده؟ لأنه إيش مسوي؟ مقتحم ومقفل من حوالي ربعين فوق النسبة الذهبية من موجة 2014 وفوق خط الترند الهابط الرئيسي. نحن على الفاصل الشهري والفاصل الأسبوعي دائما ما كنا نتحدث عن منطقة قناة، كنا نأمل دائما أن يغلق فوقها التعمير. ودائما الأخوان لما بيسألوا عن هدف التعمير بنقول لهم التعمير فوق 17، إذا اقتحم 17.60 من أهم مقاوماته 18.60، لأنه 18.60 بتأكد لنا اقتحام سقف القناة. ولما يجي سهم زي ده هو مخترق ترند فيصعد فيقتحم سقف القناة، ماذا نفعل غالبا أو ماذا نتوقع غالبا؟ نتوقع أنه السهم ده دخل في مرحلة جديدة وبدأ يصعد. على أقلها لو جيت تبغى تحسب له هدف
على مبدأ القنوات، فلو جيت طبقنا النظرية دي أو الفكرة دي، قسنا المسافة من هنا لهنا، بعدين جينا طلعنا وحطينا السهم ده هنا، ثم خطنا خط موازي لخط الترند زي كده، فإن شاء الله نتوقع إنه نشوفه على أقل تقدير في هذا المستوى. هذا المستوى وافق فنيا هدف في الثمانيات على قولهم، اللي هو 161 فيبو من موجة عام 2014. فنحن طبعا يا أحبتي خلونا نكون منطقيين شوية، عندنا أرقام واضحة بناء عليها نحن مستأنسين في السهم. لو تلاحظوا 3/4 وليست 3 أشهر، ولكن 3/4 ومنذ أن أغلق السهم، يعني من 9 أشهر، من ربعين سابقة، من 6 أشهر منذ أن تخطى السهم منطقة 16 47 هللة اللي هي منطقة، أو 16.5 اللي بيننا وبينها الآن يا دوب نص ريال، منذ أن أغلقنا فوقها في الربع الثالث من عام 2020، لاحظوا الربع الرابع، نجح السهم في اختبار سقف القناة وحاول يشطح ولكنه ما قدر، وجنى أرباحه ونزل، ولاحظوا فين نزل وفين واقف، فوق 16.5. الآن نحن دخلنا ربع جديد ودخلنا عام جديد، هل تغيرت مميزات السهم الإيجابية؟ لم تتغير، فقط نحتاج حاجة واحدة لتأكيد الانطلاق والتحرك نحو الأهداف الاستراتيجية الكبيرة، اللي من أهمها أن نحقق زي ما قلنا على المدى المتوسط والبعيد مستويات قريب 26-60 أو إلى 27 ريال تقريبا. فقط نحتاج أن نشهد إغلاقات فوق 18-60 أو 19 ريال، لو على الأقل القمة الشهرية دي أو القمة الربعية خلينا نقول 18.94، لو رسمنا خط هنا هذه القمة لو اخترقت، هل حيبان عندنا أنه نجح في اختراق القناة؟ نعم بالراحة، خلينا نقول 19، بلاش نتكلم بلغة الكسور، هي قريبة من 19 ريال. هذه إشارة قوية جدا، ممكن مع الوقت نتذكرها ونعرف إنها بوابة من بوابات إن شاء الله دخول السهم في موجة حلوة. طبعاً حيواجه مطب القمة السابقة في 2014 عند 2035، حيقابل أول 23 فيبو من موجة عام 2006، وهذا مطب عند 21-30، حيواجه 23/10 اللي هي 127 فيبو من موجة 2014، إلين نتوقع له إن شاء الله خلال هذا العام أن نصل أو نشاهد هذا الهدف بحول الله تعالى. طيب ممكن، نعم على نظرية 3-5-7، أنت بمجرد أنك اقتحمت 23 حتفكر ب 27، وهي موجودة النظرية زي ما أنتم لاحظين على الفيبو وموجودة. الآن نحن حتى على نظرية 3-5-7 بيورينا انه لو اخترقنا سقف القناه ونحن جايين من 17، فين ابعادنا على النظريه 23 وهي تمثل 127 فيبو؟ بس نحن طبعا ما حنغفل عن اهميه القمه السابقه في 2014، هذا حتكون مطب في الطريق، ما حيكون قوي ان شاء الله مره اذا اخترقنا سقف القناه، حنواجه منطقه شرسه عند 21-38 وهي تعتبر منطقه فيبو من العيار الثقيل، ثم بعد ذلك تنكشف زي ما انتم شايفين الارقام. طبعا هذا تحليل يا اخوان استراتيجي، هذا تحليل لمده عام كامل، يعني يجي واحد الان يسوي دراسه جدوى يقول لو انا دخلت الان في سهم مؤشرات زي اللي شرحناه امس في الكهرباء لها ابعاد، طيب متى انا اغير قناعتي او متى انا اضرب بريك او ما استعجل، او يعتبر السهم بالنسبه لي ما راح يمشي زي ما انا شايف. طبعا نحن عندنا، اللهم صل على سيدنا محمد، عندنا مبدئيا يعني في الفتره الحاليه عندنا دعمين قوي،
أنا ما أعتقد أنه سهم التعمير يستحق واحد ينظر النظرة الإيجابية المستقبلية أن يخاف من التعمير ما دام فوق كم؟ هاي لو سألتكم السؤال ده اللي فهم اللغة الفنية القوية في الشارت هيقول السهم دائما هو قوي فوق كم؟ يا عمري عليك 15-30. ليش؟ ممكن ظروف في السوق لا قدر الله تحصل فيتراجع راعي التعمير فيعطي إشارة سلبية بكسر 16.5. هل 16.5 تلغي التصور التفاؤلي اللي بناء عليه نحن فتحنا موضوع المستقبل التعمير؟ لا. ليه؟ ممكن تكون هي منطقة اختبار ويتبني منها شمعة وتد قوية اللي هي 15-30. طبعا هنقول للمضارب اللي ما له في الشيء الرئيسي الكبير نقول له والله كسر 16.5 إشارة سلبية، ممكن تاخذك ريال تحت أو ريال وعشر هللات لمنطقة أهم الدعوم على الإطلاق الرئيسية اللي هي بالنسبة لتحليلنا دار ربعي عند المستوى ده، ومن هنا يعود السهم بقوة وممكن يسوي لك شمعة وتد فيغلق فوق 16.5 وتنتهي الحفلة دي كلها الضاغطة، ثم يأتي مندفعا فاقتحام مناطق 19 ريال حتدخلنا بحول الله في البحث عن هذه الرؤية الاستراتيجية في عام 2021. وممكن يا أخوان ممكن أيضا بما أنه التحليل كبير ممكن ناخده من زاوية أخرى، مثلا لو جينا افترضنا أن قاع 2009 مثلا هذا قاع مثلا تاريخي، لو مررنا من القاع التاريخي في عام 2018-2016 قاع كورونا، شوفوا هنا كمان يعني في ترند كبير، لو رفعنا أخذنا هذا الترند ومررنا من قمة عام 2014 أليس هذا ترند رئيسي؟ شوفوا فين ممكن يا أخوان لو كتب الله لنا أن يأخذ السهم أبعاد فيأتي هو صاعد فيقتحم مثلا هدف 27، فعلى طول نتذكر زي دحين لما نطل شارت الدريس أو شارت سهم السيارات دائما بننظر للقنوات اللي جاية من 2009. نحن ما ذكرنا قنوات التعمير من 2000 لأنه لسه قدامه، يعني يا دوب نكون منطقيين نتكلم، لكن لو نحن وصلنا ل 27 وجاء واحد قال فين ممكن نروح لو اخترقنا وكملنا، على طول نتذكر القناة الكبرى. هذه القناة الكبرى طبعا شايفين أبعادها فين، ممكن تأخذنا مرورا بال 38 فيبو من 2006 إلين حتى مستوى ال 261 فيبو من الموجة، يعني تكون مرحلة جديدة أبعادها قريب من 31.5 إلى 37 ريال. بس أنا طبعا أحب أمشي مرحلة مرحلة، ما نبغى نتكلم يعني هذه لو جينا نحن عند 27 ممكن أنا تحصلني أجي أفتح، لكن أنا أعطيتكم هي بالآخر لو نبغى ننظر إلى مستقبل السهم لو كان ما شاء الله أداؤه قوي وطالع ومثلا نفترض أنه محافظ على اقتحام سقف القناة الأولى أو وصل في فترة من الفترات لهدف 27 فتعرض لعملية تصحيح 23-22 ثم عاد فصاعد مرة أخرى، فين ممكن تكون الأبعاد؟ يعني خلينا نرسم التصورات الفنية المستقبلية إنه مثلا وصل لهنا ثم هبط لهنا بعد ذلك صعد فتجاوز السقف، ممكن يروح بهذا الشكل. على العموم هو شارت جميل من الشارتات الحلوة من الأسهم، حتى يا جماعة لو كان فلنفترض لم ننجح في رؤيتنا دي، إيش الشيء الحلو في الموضوع؟ إنه السهم رخيص عائد ريال في السنة وريال مقابل 17 ريال، أنت قاعد تتكلم عن نسبة جدا مغرية لأي مستثمر مقابل قيمة سوقية.
يعني في فرق لما يجي سهم يعطيك ريال وقيمته 25، وفي فرق لما يجيك سهم يعطيك ريال وقيمته 17 ريال. وبكده يا شباب نختم فقرتنا قصة سهم.